لقيتها في العضل عادي هنا احسن منك يا مغني المهرجانات يا فاثل يا سلام وانت اللي عمال ترقصي طول النهار يا سلام وانت يا نفال يا معفن معفن اه طب بقول لكم ايه بقى إيه؟ يا انا يا الواد ده في البيت ده طب وانا وانت معانا خد يا ده تعالى يا ده يا ده انت يا الله العظيم يا ده طيب لا 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 بابا بابا امال ماما بتتخانقوا على ايه ايه الدوشه دي مين الحيوان فيكم اللي طفى الكاسيت استكتر عليا الاغنيه وانا بعمل لكم الاكل وبترقص جوه في المطبخ اخص عليك اخص خد يا حبيبي شكرا يا بابا خد يا حبيبتي وانا خد يا حبيبي خد شقيانين خد يا ابني ايه ده يا بابا؟ ده اكلك ثلاث ايام ثلاث ايام؟ يا بابا لو سمحت العيال دي عماله تعمل دوسه وانا مش عارف اركز تركز؟ اه عنك ما ركزت يا ناجح يا صيدلي صيدلي يا بابا صيدلي يا بابا انت بتغطي على وشك كده اه قولها صيدلي كده صير لا دي بتاعت هندسه لا معلش انا هتصرف عشان الكاميرا صيدلي فو عليك باركوا لاختكم يا اولاد ايه مبروك يا جيجي مبروك يا جيجي جيجي جالها جواب التعيين هتبقى مدرسه امرتي الحلوه بقت تعمى بقت استنى ده رمى الاساس غلط وبنى طب قول مدرسه واستنى جايز يطلع غلط الام مرتي الحلوه بقت تعب ايه ده مدرسه ايه يا ابني تعبيط اختك هتبقى احسن رقاصه فيك يا شارع الهرم اسكت يا بابا عملت لهم حته دين كوكتيل يا بابا عملت لهم حته شاكيره لا بقى وعملت لهم حته دينا فرحتهم يا بابا فرحتهم طب وصافي نار يا بنتي ده انت سهرانه طول الليل تذاكري فيها صافي ناس يا بابا اللي بتعمل كده اه لا اتكسف يا بابا لا بتنكسف بتنكسفي اه رقاصه طب وكليتك كليتي مالها كليتي ده انا كنت اداب قسم ايقاع كنت في النظري نص نص انما في العملي اتحقق املي يا بابا يا بابا اخ قمر قمر رقاصة رقاصة خش 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 رقاصة مالها رقاصة معي برضه مربية أجيال ولا كنت عايز نطلع زيك بياعة في صيدلية يا بياع يا بياع بياع يا متدنية ايه يا متدنية يعني أنا قلت لك إيه ورجعت قلتها تاني دي كلمة تقولها في بيتي قدام اختك وهي واقفه يا ريتها قاعده واقفه متدنيه معلش يا بابا معلش سيبهولي انا تعالوا كده تعالى لي بقى يا ده انت يا ده صيدلي ايه يا نثال يا معفن اضرب يا ابراهيم اضرب اضرب يا ابراهيم اضرب في ايه لا تضرب يا ابراهيم يكونش مش ابراهيم ابراهيم ولا مش لا تضرب انت بتعايرني يا ابراهيم بتعايرنك مني نشال كنت عايز نعمل ايه يا اخي اسرق ولا انهب انا نشال بس على الاقل مش دكتور انا نشال بس انا اللي بصرف على البيت ده لا مؤاخذه يا بابا لا يا حبيبي ولا يهمك مزيكا ماله النشال يا دكتور ماله النشال على الاقل انا مقعدكم في عماره مش احسن من العشه اللي فوق السطوح اللي كان ابوك مقعدنا فيها لا مؤاخذه يا بابا لا يا حبيبي ولا يهمك ثم ان ابوك استاذن حضرتك انت بتهزقني انا ولا بتهزقه هو مش عارف
لا انت ممكن توجه كلام ليا وتلقح عليه. ما انا مش فاهم. تربيه واطيه صحيح. خلاص خلاص يا جماعه، بكره البحث بتاعي لما ينزل هتعرفوا امتى. بحث؟ يا بابا ده بيقول بحث يا بابا. أيوة يا بابا أيوة. ده بيقول بحث يا بابا. طب ده بكره. بكره يا روح خالتك هتعمل ايه النهارده في ايجار الاوضه اللي مكسور عليك؟ اسمعني، لا تاخد مني ايجار الاوضه عشان فاشل 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 دن 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 فاشل. هعمل مزيكا لنفسي دن 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 فاشل نن نن نن. يا عم الواد ده فاشل. يا سيدي الواد ده فاشل. يا عم الواد ده فاشل. بطل راس يا بابا. بابا سيبك من الواد ده وتعالى رقص معانا. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. قول لي اعمل ايه؟ جاي تسال دلوقتي تقول تعمل ايه؟ ما انا ياما نصحتك، ياما صوتي اتنبح وانا برجعك على الطريق اللي انت كنت فيه، ياما حاولت احطك على التراك اللي حطيت اخواتك عليه، ياما جبتك من المكتبه ونزلتك الجنينه عشان تلعب كوره ولا بيلي ولا تشقط واحده معديه. كنت بتسيبني وبترجع للمكتبه تاني، ولا مجلات ال استخسرتها في نفسي واديتها لك انت. كنت بتسيبها وبتروح تقرا لمصطفى محمود. انا هلقاها من صيدله ولا مصطفى محمود النهارده تصوير يا رب. مصطفى محمود، حد يقرا لمصطفى محمود بذمتكم؟ حد يقرا لمصطفى محمود ويسيب مجلات الله؟ ولا الكبيرة بقى؟ لا بلاش الكبيرة. لا يا بابا والنبي أنا عايز أعرف الكبيرة. بلاش الكبيرة. والنبي يا بابا عايز أعرفها. ينفع يا سيد دلوقتي قدام الناس؟ والنبي ده أنا مستنيها. يا ولد. والنبي. حاضر. حاضر. فاكر أما كنت باخدك معايا وأنا قاعد مع أصحابي سيد النتن وإبراهيم الكلب وكنت تسيبني وتقوم بحجة إنك رايح تذاكر فيزياء؟ تذاكر فيزياء وتسيب قعدة حلوة زي دي؟ فو عليك. لا ما كده هتيجي فيا. روح كده. خلاص خلاص يا جماعه انا هريحكم مني خالص. انا عندي خبر حلو. ايه؟ انا هخطب. هياخدوا هياخدوا ولدها. انا هخطب. لا الاولانيه كانت احلى. يا طب قولها كده. انا هخطب. يا بابا في ايه؟ قالها زي الاولانيه بالظبط. هتخطب مين بقى يا استاذ؟ هخطب جارتنا نازك. نازك؟ ايه عزيز؟ عزيز مالك في ايه يا عزيز؟ بيقول لك نازك. يا سيد يا سيد. نازك. يا ليه؟ ونادي. تعالوا. ايه يا اولاد في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بابا ايه؟ بيقول لك هيخطب نازك. بابا بابا في ايه؟ بابا. يبقى كلنا هنروح معاه. لمين؟ لنازك. يا بابا يا ابني بتقول فكرني يا جماعه بطلوا تهريج بقى. يلا عشان اتاخرنا على الناس. يلا يلا. هنروح نخطب يعني دلوقتي حالا؟ اه ماشي. اتفضل يا بابا. اتفضل. هنعمل ايه؟ اتفضل يا بابا اتفضل. اتفضلي. طب استنى يا واد انا الاول. بابا هو احنا هنروح ماشي؟ ايوه يا ابني ده من الكالوس للكالوس. ما ايه 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 العروسه يا جد؟ يا بابا العروسه يا جد. بابا جاب لكم هدايا كتير. خدوا دي. ايه ده؟ يا ولود يا ولود. ايه ده؟ اخو العروسه. اخو العروسه. اه يا بابا يا بابا يا بابا.